تقول السائلة: عندما أحرمت من الميقات وفي طريقها إلى الحرم جاءتها الدورة الشهرية وبقيت في الفندق محرمة، وفي اليوم الرابع مشطت شعرها، فما الحكم؟ لا بس، المحرم يجوز يمشط شعره ويجوز يستحم بالماء، لا بأس بذلك ولا يتنافى هذا مع الإحرام، لكن ما تستعمل الطيب، ما تجعل طيب في رأسها أو في بدنها، وتحرص على أنها ترفق بالشعر ما يتساقط يعني برفق. نعم.